اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج حلو حيادق، معاك فسيلي فؤاد. احنا مع بعض على الهوا ان شاء الله، وهنعمل باذن الله النهارده وصفات جميله. اول وصفه هيبقى بطاطس محشيه، وتاني وصفه هيبقى سلطه مميزه جدا انا شخصيا بحبها قوي ومفيده قوي، وتالت وصفه هيبقى ترايفل بالموز، هيبقى برضو جميل لان احنا هندخل فيه تكه كده مميزه، فان شاء الله تعجبكم. طيب لأول وصفة، بس قبل ما ابتدي أول وصفة عايزة أفكر الناس اللي خسوا ويحبوا ينضموا معايا، اللي خسوا على 10 نصايح وينضموا معايا يتكلموا علشان إن شاء الله أستضيفهم. إن شاء الله معايا النهاردة ضيف خس برضو، عنده 19 سنة وخس، وإن شاء الله هيكون معايا في آخر الحلقة. وطبعا عايزة أفكركم بحملة اللانشون البيتي، ضروري 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 لازم نفضل يعني فعلا نفكر بيها، علشان عايزين نكمل موضوع لانشون البيتي ده. الحمد لله ناس كتيرة جدا بشكل رهيب بتبعت لي يوميا التطبيقات للانشون البيتي الصحي، والحمد لله وصفة ناجحة جدا وطعمها عاجبة الأطفال قوي كمان، وده أهم حاجة عندي إن الأطفال نفسها تحب تاكله، فالحمد لله الأطفال والكبار عجباهم الوصفة، والوصفة موجودة على الموقع. أهم حاجة تكتبوا اللانشون البيتي الصحي جنبها كلمة الصحي، خلاص. طيب دلوقتي البطاطس المحشية، أنا معايا بطاطس نحاول نجيبها مقاس واحد عشان شكل الطبق بس يبقى حلو. بنسلقها بالقشرة، و احنا بنقطعها الاول نصين ونسلقها، خلاص. وبعد ما بنسلقها نشيل الحشوه بتاعتها، يعني نعمل لها زي نقورها علشان تدينا فرصه نحشيها. طبعا الحشوه دي مش بنرميها، يعني اللي احنا طلعناه ده ما نرميهوش، نقدر نعمل منه بطاطس بيوريه. طيب معايا كمان عصاج متعصج خلاص جاهز، هقول لكم بالظبط نص كيلو، ويا ريت يبقى دسم قليل. معانا مشروم طازه متقطع، اللي مش عايز ممكن يشيل المشروم. معايا فلفل سواء الوان او اخضر زي ما تحبوا متقطع برضو، كوبايتين برضو زي المشروم. ومعايا زعتر طازه، معايا بشاميل خفيف ودي اختياري برضو، يعني مش لازم نحط بشاميل فيها اصلا. ومعانا جبنه مبشوره زي ما تحبوا بقى النوع اللي تحبوه. دي وصفة بسيطة جدا، وكل اللي هعمله هو ان انا ممكن اشوح بقى الكلام ده اللي هو الفلفل والمشروم، ممكن اشوحهم على النار تشويحة وبعدين ادخلهم. انا كنت مجهزة الطاسة، لا مش هعمل كده، مش محتاجين. هعمل ايه؟ هخلط كله مع بعض خلاص، هو كده كده هيتعرض للنار جوه، مش عايزاه يستوي زيادة، كفاية كده. والمشروم من الحاجات الطازة مش محتاجة اصلا يعني ممكن تتاكل طازة، فاحنا مش محتاجين ان احنا نشوح حاجة، بس هي ممكن تعملوها يعني اللي يحب، ويدخل معها بصلة على النار مفيش اي مشكلة خالص. احلى حاجة في الطبخ ان الواحد يقدر يغير في كل وصفة على حسب ما يحب، مفيش حاجة اسمها لازم تبقى كده. بحط الزعتر، اسيب شوية للوش، احط المشروم، تحطوا زي ما تحبوا، مش عايزين تحطوا خالص مش لازم، بس المشروم من الحاجات اللي هي البروتين النباتي لما بناكله مع البروتين الحيواني زي اللحمه المفرومه، اللي بيحصل ايه؟ ان هما بيعززوا قيمه بعض وبيرفعوا قيمه بعض، وبالتالي بيمتصوا احسن، ودي فايده اعلى للجسم لما بنخلط بروتين الحيواني مع البروتين النباتي. هحط ايه كمان دلوقتي؟ هحط بشاميل، دي مش لازم انكم تحطوا بشاميل عليه، ممكن ما تحطوش، ممكن على طول تغرفوا كده وتحطوا هنا خلاص، لكن انا هزود البشاميل الخفيف عليه. معانا نوره. الو، ازيك يا نوره؟ اهلا، ازيك مدام سيلي، عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ الحمد لله بخير، الحمد أنا لله. عندي بنتي ملك عندها 9 سنين، وهدفي ان انا عايزه تشترك معاكي في البرنامج. طيب يا حبيبتي هسيبك لهبه هتاخد منك البيانات عشان نقدر نتصل بيكم. شكرا على المكالمه. اهو انا خلطته، مجرد هو زي عامل رابط، يعني البشاميل ده عامل زي عامل رابط معايا علشان ايه؟ ما يفكش مني، لكن مش لازم يتعمل. احنا بشاميل عملناه بكل اشكاله، فانتوا ايه اعملوا لايت، طبعا انصح باللايت عشان تبقى وجبه، وخصوصا مع البطاطس كل ما كان لايت كل ما كان احسن، علشان احنا البطاطس لو اكلنا معاها دسم عالي هيحصل ايه؟ هنتخن على طول.
بطاطس لو ما اكلناش معاها دسم مش هنتخن، ما بتتخنش. المعلومه دي مهمه جدا. معانا اماني. السلام عليكم. عليكم السلام، ازاي حضرتك؟ الحمد لله، ازيك يا مدام سالي؟ شكرا لنصايحك الجميله. الله يخليكي يا رب، شكرا. اتفضلي يا حبيبتي. معلش انا شفت بس اللي هم العشر نصايح بس. انا يعني عايزه افهم اكتر من كده، يعني عايزه افهم ممكن اكل ايه الصبح الظهر بالليل كده يعني. طيب في حلقه اسمها مثال ليوم للعشر نصايح، مثال ليوم للعشر نصايح بالظبط، اكتبي ده على يوتيوب هتلاقيها. انا بتكلم فيها بقى بالظبط للي عايز يطبق العشر نصايح ياكل ايه مثلا في يومه بامثله كتيره جدا، فهتعرفي تطبقيها. فدوري على الحلقه دي هتلاقيها على طول ان شاء الله. وشكرا على المكالمه. انا قلت برضو ايه يعني للي برضو عايز حاجه قصاده يبقى فاهم. طب انا فهمت خلاص العشر نصايح، بس برضو محتاج ابقى فاهم امشي على ايه او اكل ايه بالظبط. عشان كده خصصت الحلقه دي تبقى برضو تسهل على الواحد الكل الاوبشنز او كل الحاجات اللي ممكن ايه يقدر ياكلها في اليوم ده. خلاص زي ما انتم شايفين انا بحشيها زي ما اتفقنا قبل كده. برضو البطاطس من الحاجات المفيده جدا جدا، يعني اوروبا مثلا بتعتمد جامد على البطاطس في اكلها، يعني تلاقوا البطاطس دي تقريبا في كل وجبه عندهم من كتر ما هي مهمه جدا، فيها عناصر عاليه وفي نفس الوقت رخيصه، يعني من الحاجات الرخيصه مش غاليه، فيها يعني كل حاجه حتى البروتين موجود فيها، مع انها هي اصلا نشويات لكن فيها بروتين نقي، حبه صغيرين قوي قوي لكن نقي جدا. زي ما قلنا برضو البروتين من الحاجات اللي بتتصنف، يعني في بروتين نقي وفي بروتين مش نقي، فا او مش كلمه مش نقي بيبقى هي زي سلاسل معينه، فعلى حسب بقى امتصاصها في الجسم والكلام ده كله، هي قصه كده. بس في بيتصنف نقي وفي اقل نقاوه، فاللي نقي جدا اللي موجود في الايه في البطاطس، نسبه صغيره بس نقيه جدا، وفيها بقى معادن كتيره جدا واملاح وحاجات رهيبه، وسعراتها 70 سعر في الايه 100 جرام، ده ولا حاجه، ده قليل جدا بشكل رهيب. فاحنا لو كلناها صح هنلاقي نفسنا مش هنزيد، بالعكس اخدنا فوائدها، بتشبع حلو جدا، كل الكلام ده. هنخلي بالنا بس هنا بقى يبقى من ايه، من حاجتين ثلاث حاجات. اللحمه اوعوا تجيبوها بدسم عالي، يعني تكون يعني قطعيه قدامكم اللحمه كده مقطوعه قدامكم حته من غير دسم خلاص، ودي تتفرم يبقى كده مفيش دسم حيواني. البشاميل هتعملوه يبقى تعملوه بلبن خالي الدسم خلاص، ما تشوحوش بقى في كذا معلقه زبده، لا هتبقى بكتير ومعلقه واحده بس عليها معلقه دقيق، وتقلوا القوام شويه بانكم تزودوا بس الدقيق مع اللبن، لكن تبقى معلقه واحده دسم. ايه كمان؟ الجبنه اللي انا بحطها دلوقتي دي على الوش، الجبنه دي بيتباع جبن كتيره جدا دلوقتي ب 7% دسم، 12% دسم، يبقى نجيب كده ونحط حبه صغيرين قوي على الوش خلاص. للي عامل دايت بقى وفعلا مش عايز يعني خالص يزيد من الوجبه يبقى يستغنى بس عن الجبنه ويستغنى عن البشاميل برده عشان فيها معلقه لكن غير كده نصيحتي برده تقدروا تاكلوا سلطه قبلها وقبلها طبق شوربه خالية، يعني ما بيبقاش فيهم دسم، ومعاهم واحده من دي خلاص كده كلوها بالطريقه دي. معانا يوسف، ندخلها الفرن تسيح جبنه بس. يوسف. الو، ازيك يا يوسف؟ كويس. عامل ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه يا يوسف؟ عندي 8 ونص. انا بس عايزه اسلم، انا بس عايزه اسلم عليكي ويارب يجي معاكي تليفون. طيب يا يوسف تنورني يا رب. خلاص بص، ممكن انا اكلمك؟ مين؟ ممكن جدتي يكلمي؟ طبعا ممكن طبعا. اتفضلي. اهلا بيها. الو. اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. صح، اخبارك ايه؟ الحمد لله، زي حضرتك؟ برامجك حلوه والمواد بتاعتك حلوه قوي. الله يخليك يا رب. الله يخليكي، شكرا. ويوسف يحبك قوي قوي قوي. يوسف عنده 8 سنين ونص وعايز يجي معاك في البرنامج. لا ينورني ان شاء الله في حلقه، ينورني ان شاء الله. امتى تحددي انت؟ هبه هتاخد بياناته بس ما تقفلوش، وهبه هتاخد بياناته علشان نكلمه ان شاء الله.
ميرسي قوي على المكالمه. سريعا قبل ما نروح الفاصل، احنا معانا حاجه السلطه، انا بس هرص الجرجير على طبق والخس. نروح لفاصل ونرجع نكمل ان شاء الله. النهارده ليكو هي عن فيتامين سي. فيتامين سي ضروري جدا للجسم لحاجتين، بيرفع المناعة وتاني حاجة بيرفع الحرق. هو طبعا ليه فوائد تانية كتيرة جدا للبشرة والنضارة والكلام ده كله، لكن احنا عايزين نتكلم النهاردة عن رفع المناعة ورفع الحرق. نحاول ان احنا ناخد فيتامين سي على قد ما نقدر، لانه ما بيقعدش في الجسم اكتر من 4 ساعات. نحاول ناخده بان احنا ناخد فاكهة كتير، البرتقان، الليمون، ناكل خضروات زي الفلفل، نحاول ندخل ده كل 4 ساعات علشان الجسم مش بيختزنه، وزي ما قلت مهم جدا لرفع المناعة ورفع الحرق. هي دي كانت نصيحتي ليكم النهاردة. عايزه افكركم بقى عملنا ايه قبل الفاصل. دخلنا البطاطس المحشيه في الفرن، الباقي اللي معانا ده هنعمل بيه ايه؟ هنقدر بسهوله جدا نخلطه مع مكرونه، يتشال عادي جدا في الثلاجه او في الفريزر، نبقى مطلعه بعد كده ونخلطه مع مكرونه او نستخدمه تاني في حشوات تانيه، فمفيش مشكله لو اتبقى معانا اي حاجه، او نعمل عليه بشاميل من فوق بجبنه ويخش الفرن برده، تبقى وصفه حلوه جدا. طيب دلوقتي بقى عايزه اتكلم معاكم عن السلطه المميزه قوي. احنا معانا للسلطه دي جرجير وخس، ومعايا بقى بنجر مستوي خلاص متقطع، معايا جبنه حلوم مشويه، معايا لوز شرايح محمص، معايا بقى يا زبيب، يا للي مش بيحبوا الزبيب ممكن في حاجه اسمها كرامبريز، مش مهم. نحط ايه اللي حلو قوي معاه؟ رمان تحفه خلاص، فصوص الرمان بدل الايه الزبيب، بس الزبيب بيدي فايده عاليه جدا. الزبيب هو رمان برده، لكن الزبيب فيه كروميوم، ده حلو قوي 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 لسكر في سكر الدم، حلو جدا، بيساعد جدا على التخسيس خلاص، بس ما نكترش منه. معايا بقى للدريسنج نفسه مستردة، معلقه صغيره خل، معلقه صغيره عسل قصدي، بودرة ثوم، ومعايا خل بلسمي، ومعايا زيت زيتون بس كده. كان معايا مشروم من الوصفة اللي قبلها اللي هي البطاطس، ده حلو جدا برضو يليق على فكرة، مفيش اي مشكلة. خلاص نعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنخلط بس مقادير الدريسنج، زيت الزيتون نخلي بالنا ما نكترش منه علشان سعرات برضو، مهم جدا للجسم وفايده، لكن نخلي بالنا من السعرات. نحط خل البلسمي اللي هو خل العنب، العسل بيدي تكه مهمه جدا دايما، يعني من الحاجات اللي مش بستغنى عنها في السلطات، بس معلقه صغيره. المستردة من الحاجات اللي سعراتها قليله جدا جدا، وبيدي فايده عاليه جدا، ما بيتخنش خالص. وبودرة التوم احسن عن لما للناس اللي ما بيحبوش يحطوا التوم، يبقى مفروم وباين وواضح. ملح وفلفل طبعا ده ضروري او اساسي، نحط الملح والفلفل مش كتير قوي، عايزين نحاول نعود نفسنا على ملح اقل علشان ضغط الدم والقصص دي كلها عايزين نتفاداها، وكل واحد على حسب يعود نفسه. خلاص هبتدي بقى ارص الحاجات دي وبعدين نحط دريسنج عليها. معانا سماح. الو مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله، اتفضلي. لو سمحت حضرتك قبل كده كنت قايله على اللانشون مضر لما بنجيبوه من بره. ايوه تمام، مش انا اللي قلت ده، منظمه الصحه. اتفضلي. تمام مفيش مشكله. طيب حضرتك بقى هل البلوبيف برضو نفس النظام؟ ما هي كل اللحوم المعلبه دي واللي بتبقى جاهزه هي بيخش لها مواد مش كويسه. تمام ماشي على ذوقك. عفوا علي. هو عموما يعني احنا خلينا دايما على الناحيه الايه اللي احنا ضامنينها، اللي هي ان احنا نعمل حاجه بنفسنا في البيت، to be on the safe side، يعني اللي هي الناحيه اللي احنا ضامنينها. ف ليه ما نعملش الحاجه بنفسنا؟
لو بتطلع طعمها حلو جدا وقريب جدا من بره، نعملها ونضمن الحاجه اللي احنا بناكلها وبناكلها لاولادنا، صح؟ وهي سهله جدا كمان الوصفه، ما فيش اسهل منها بصراحه. احنا ممكن ننزلها حتى دلوقتي على الشاشه لو تنزلها لنا، تنزل لنا الوصفه يا هبه، وصفه اللانشون البيتي. احط بقى اللوز، بيدي تكه رهيبه رهيبه، بس ما نكترش عشان برضو سعرات، بس اللوز ليه فوائد ملهاش حل للجسم. معانا ام بسمله. ازيك يا شيف سالي؟ اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ عامله ايه؟ الحمد لله، انت عامله ايه؟ ميرسي جدا على الحاجات اللي بتعملها لنا والله. الله يخليك يا رب، شكرا، اتفضلي. عايزه اسال حضرتك، انا عايزه اجيب برتقال وجزر واعمل عصير برتقال بالجزر. ده انت هايله. اخزنه ازاي؟ تخزنيه ازاي؟ لا، ما انصحش انك تعملي كميه، يعني تعملي كميه تكفي يومين بالكتير، لان الحاجات دي لما بتتعصر مجرد ما بتتعصر وبتقعد، اللي بيحصل انها بتفقد من الفيتامينات بتاعتها. فنصيحه طازه، يعني على قد ما تقدري ما تقعدوش خالص، دي نصيحه. كل ما بيقعد كل ما بيفقد فوائده. بس انا هنزل بقى كده وكده، وبعدين يتقلب قبل التقديم او ما يتقلب، يعني زي ما تحبوا بقى، او يتحط في سوسيرة جنبها. معانا جومانا. الو، ازيك يا جومانا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ كويسه. اتفضلي يا حبيبتي، عندك سؤال؟ ممكن اخد تليفون حضرتك؟ طيب هسيبك لهيب، شكرا على المكالمه. طيب انا هعمل بقى دلوقتي لغايه ما البطاطس نخرجها من الفرن، نشوف اخبارها ايه. بس الاول يعني ممكن تقعد شويه صغيرين كمان وبعدين نخرجها. هنعمل دلوقتي ترايفل بسيط جدا، لكن طعمه بيبقى حلو قوي، وانتوا برضو ممكن تضيفوا وتشيلوا حاجات. احنا معانا موز، معانا كيكه تبقوا عاملينها وقعدت مثلا وخلاص محدش بياكل منها، معانا كاسترد. الكاسترد ده تقدروا تعملوا فانيليا او بالشوكولاته. الكاسترد بيبقى دايما كوبايه لبن عليه معلقه كبيره كاسترد، بودره كاسترد، وعليه حوالي معلقه او معلقتين سكر على حسب الذوق. ولو هتعملوه بالكاكاو هنزود بقى عليه معلقه كاكاو خام. خلاص، يبقى ده كده اللي هو الكاسترد. بنقطع الموز وبنحط الكاسترد عليه، بحط بعد كده طبقات الكيك. معايا ايه كمان بقى؟ معايا تكه حلوه جدا اضافيه بتدي طعم حلو قوي، وهو الكريم تشيز. الكريم تشيز احنا نقدر نشتريه على كذا شكل، ولو ما عندناش مش لازم نحط التكه دي خالص، يبقى نستكفي بس بالموز والكاسترد وخلاص والكيك، مش محتاجين ان احنا نحطه لو احنا مستصعبين قصه الكريم تشيز، بس هي بتدي طعم حلو جدا. الكريم تشيز احنا بنجيبه يا مربعات، يا الكريم تشيز نفسها، يا لبنه اللي هي جبنه المربعات، اللبنه منها بتنفع جدا. وبنحليها بالسكر ونحط شويه فانيليا عليها، ولو عايزين ده تحطوا برضو عليه كاكاو ممكن، مفيش مشكله. خلاص، بس بقلبهم وتبقى جاهزه معايا ان انا ايه احطها برضو كطبقه، بتدي طعم حلو جدا مع الموز، بتشبه شويه للبانوفي باي. لا مش عارفه اوصفها، هي حلوه يعني، ما ليها تكه مميزه يعني، لازم الواحد يجربها عشان يعرف. بس تحطوا معاها فانيليا. هنحط بقى الكيك كده، هحط على الكيك حاجه كمان، هحط ال اسمه ايه، الكراميل. الكراميل ده علشان يدي طعم مع الموز حلو قوي، وفي نفس الوقت يطري لي شويه الكيك نفسه. خلاص، بس ارجوكم الوصفه دي برضو للمناسبات، انا بس باكد علشان ايه، دي مش بتاعه ريجيم خالص. هنفضل نكمل الطبقات دي لغايه ما نقفل الايه، لغايه ما نقفل فوق، كله على حسب المزاج والرغبه. يبقى وصفة سريعة وبسيطة جدا. هنروح بقى الفاصل دلوقتي ونرجع، يكون معايا ان شاء الله الضيف اللي خس كتير جدا على 10 نصايح.
اهلا بيكم معايا من الفاصل. وزي ما انتم شايفين جنبي ايمن. ازيك يا ايمن؟ الحمد لله. عامل ايه؟ تمام كويس. انت عندك 19 سنه صح؟ 19 سنه مظبوط. وانت خسيت خمس كام؟ 27 كيلو. 27 كيلو. بصراحه اول ما شفت ايمن ما صدقتهوش، قلت له بصي يا ايمن لا يمكن تكون خسيته من شكلك رفيع، يعني مولود رفيع. فلغايه ما وراني صور بجد عشان اصدقه عشان ادخله الحلقه. فبس الصوره للاسف الريزوليوشن انا سمعت ان هي مش هينفع تنزل برضو على الشاشه. كل بيجي معرفش ليه بيصدمني دايما الصدمه دي. هنزلها عشان اثبات، بس عشان بالذات ايمن شكله ما يديش انه كان تخين. هنزلها على البيج. خلاص تمام. اوكي احكي لي بقى يا ايمن. احكي لك ايه بالظبط؟ عايزاك تقول لي انت كنت طول عمرك مليان ولا كنت رفيع ومليت ولا ايه بالظبط؟ كان جسمي كان جسمي مظبوط. اوكي. بس يعني تخنت مره واحده. تخنت مره واحده. اول ما دخلت الاعداديه. اول ما دخلت الاعداديه كان حلويات بقى وكده، مذاكره بقى، فكنت بتطلع همك في الحلويات. اوكي. طيب وبعد كده بقى ايه اللي حصل؟ ايه اللي خلاك تفكر في رجيم؟ وهل انت عملت رجيمات تانية غير العشر نصايح ولا العشر نصايح بس؟ لا العشر نصايح بس. كنت قبل كده هقول انا مش هاكل النهارده. بالظبط نفس اللي كنت بقوله دايما برضه. وبعدين بس بدات الاقي هدوم صغرت عليا جامد، فقررت اعمل دايت. بدات مع نفسي، بعد كده شفت العشر نصايح او بعد اول اسبوع. انت اكيد شفت العشر نصايح يا اما بتتفرج على سفره يا اما تعرف حد قال لك عليها. عرفت؟ لا كنت بتفرج على سفره. مش ممكن، ايه الكلام الجامد ده؟ والله بفرح جدا لما بسمع كده شباب كده بيتفرجوا على سفره والله. لا حاجه جميله. متابع سفره على طول زي احمد اللي جه برده طبخ و... يعني مبسوطه جدا. وبتطبخ في البيت طيب ولا؟ مش على طول، بس عشان ما اولعش في البيت. عشان ما تولعش البيت. اوكي. طيب قول لي ابتديت بقى عملت ايه؟ اتفرجت الاول على الحلقه بتاعت العشر نصايح. وابتديت تطبق ازاي؟ احكي لي. يعني طبقت، كنت بلعب رياضه على طول. أوكي. جري على البحر. اليوم اللي ما اقدرش فيه كنت بمشي. اوكي. اي مشوار رايحه اخده مشي. لكن غير الرياضه، عشان انا في العشر نصايح مش كاتبه فيها الرياضه. تمام. ايه بقى؟ السكريات. بالظبط. منعتها خالص. كنت ما باخد حاجه بحاول اخليها الصبح. حلو جدا، هايل. يعني اعمل اخدها واحرقها. فعلا دي من اول النصايح، هي النشويات انها تتاخد بالنهار ونقللها على بالليل علشان ايه؟ تتحرق معانا، لان بعد المغرب مش بتتحرق خالص. تمام. كمل. وكنت باخد اعشاب. ازاي بقى؟ الجنزبيل. اوكي. ده بدل ما تشرب شاي بسكر مثلا كنت تاخد جنزبيل وكده عشان جنزبيل ومن غير سكر برضه. جنزبيل والقرفه والشمر. طب حلو قوي بجد، حلو جدا. والشاي الاخضر خليته بدل الشاي العادي. حلو قوي برضو. جربت موضوع الشاي بالليمون بعد الاكل والزبادي بالليمون بالليل؟ الزبادي كنت بحبها بالقرفه. بالقرفه مفيش مشكله، بس كنت بتحط عصره الليمون؟ مش على طول. مش على طول، مش مشكله. لا هي مشكله. بتفرق كتير لما الواحد بيحط عصره الليمون، بتاكتف امتصاص البروتين اكتر، فبالتالي يساعد على رفع الهرمون اكتر. لكن من غير بيرفع، بس مش زي بعصره الليمون، مده اكتر. والقرفه بتظبط سكر الدم حلو قوي ساعه النوم. طب سؤال بقى مهم جدا، انت اهلك كانوا مساعدينك في البيت على 10 نصايح؟ لان اكيد برضو حصل تغيير شويه في يعني هو مش تغيير جذري، لان الواحد بيقلل من النشويات ده الاساس. لكن في حاجه ساعدوك فيها في البيت ولا انت كنت بتطبخ لنفسك؟ والدتي الحقيقه كانت بتساعدني دايما. الاكل تعمله لي كله لايت. كله لايت والله. طب يعني بتقلل من الدسم يعني؟ يعني نفس الاكل بتاع البيت. هو نفس الاكل بالظبط، كلنا بناكله منه، بس كله لايت. كله لايت، ما هي دي الفكره، ان الواحد الدسم لو قللناه، مش كل حاجه معلقتين ثلاثه سمنه ومش عارفه، مش شرط هو ده اللي يدي طعم. يعني فعلا حماتي غيرت المفهوم ده عندي. انا اول ما اتجوزت واكلت من اكلها كنت اقول ايه الاكل الجميل ده، فعلا طعمه تحفه. وكانت دايما تقول لي على فكره مستعمله معلقه واحده زيت، معلقه واحده مش عارفه ايه. فلا الموضوع حلو من غير كم الدسم اللي بنحطه. فهو نفس طبعا برضو رضا كده، والواحد قبل ما يبتدي كده يبقى راضي كده على الناس اللي هيطبخ لهم، بتفرق والله كتير. طيب عملت ايه كمان؟ قول لي يعني، انا عايزه اعرف اكتر. طب الناس اللي حواليك هو في تأثروا بزعل ليه بقى؟ ايه ده غريبه جدا دي. مثلا ان هم كبار، جدتي
بتقول له طبعا الجيل الكبير دايما اول ما يشوفوا حد خاص يتضايقوا جدا ويقولوا ده عي ده وبيقلقوا جدا زياده. انا لا وجالي القولون العصبي قالوا لي يا ريتك ما خسيت، ده ملوش علاقه بده. مش مقتنعين. طب استنى هرجع لك تاني. معانا ندى. الو الو. ايوه يا ندى. ممكن انا اشتريت ال حاضر يا ندى. حاضر هنزلها لك على الشاشه. شكرا على المكالمه. طيب يا هبه معلش نزلي الكيكه. طيب انت احنا وقفنا عند حته ان جدتك كانت متضايقه انك انت خسيت. هو ده مفهوم انا بس عايزه اتكلم فيه، ان كتير قوي من الجيل الاكبر عندهم حته القلق وبيبقوا عايزين دايما اطفال وهي صغيره تاكل 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 عشان حاسين ان ده الصحه او كده. انا جدتي كانت كلمه بتزغط دي كلمه صحيحه يعني مظبوط، يعني كانت تمسكني كده وتدي ومامتي تقعد تتفرج عيني يعني الحقيقه يعني، وكان لازم الواحد ياكل رجعت لازم تاني اكل. فالحقيقه يعني يرجع الفضل لتخني زمان لجدتي جدا جدا، بس انا نفسي يغيروا الفكره دي علشان مش معنى يعني التخن مش معناه صحه، التخن معناه بالعكس الواحد بيتاثر سلبي جدا في الكبر، والدهون اللي بيكتسب مش سهل الواحد يتخلص منها، غير ان حجم الخلايا بتكبر بتتكون في الصغر وبتفضل بقى معانا طول العمر، فما نقعدش نزغط الاطفال وهي صغيره ولا وهي كبيره علشان ده مش صحي لينا خالص. الصحه هي النشاط، بيبان على الواحد يعمل تحاليل دم نشاط ما دام كويس جدا خلاص، ما مش فكره التخن. كمل بقى عشان خدت مساحه من وقتك. خدت مساحه من وقتي. قولي نفسك تقول ايه عشان دي فرصتك. بص الحلقه دي هتنزل على اليوتيوب هتفضل للعمر، فاللي انت هتقوله ده اللي هيفضل، لو ما قلتش هترجع تندم وتقول انا ما قلتش كان نفسي اقول. فاقول بقى نفسك تقول ايه. نفسي اقول بس جو الحلقه نساني. قول. دايما الواحد يقف هنا يجي له حاله توتر. لا عادي احنا واقفين في البيت عادي ومفيش اي كاميرات. لاي حد شايف نفسه مليان شوية، انت اكيد حاسس ان انت تخين، بس بتبص في المرايه تقول انا جسمي حلو، انا مش تخين زي الناس 150 و200 كيلو. لا انت تخين ولازم ولازم تخس، مش دلوقتي بعدين عشان صحته. صح مهمه جدا طبعا فعلا. تلبس لبس من سن. كنت الاول ما اعرفش البس هدوم من سن، يعني عندي 15 16 سنه ولازم البس حاجات واسعه. فعلا علشان ما كانش ينفع تلبس الحاجات اللي هي. طيب يعني انا عايزه اعرف برضو رجوعا طبعا احساس الواحد هو تخين وحش، وانا جربته طبعا شخصيا وكنت بتضايق خصوصا لما الرياضه حصه الرياضه لما الواحد يعمل رياضه كنت ببقى مش عايزه البس قوي لبس. برضو قاعد في الحوش كده بالظبط ومش عايزه اجري قوي والحركات دي. ايه بقى الحاجات السلبيه اللي انت شفتها في 10 نصايح؟ يعني ايه الحاجه اللي حسيت لا انا مش هعرف اعملها؟ او بصي عشان انا ابتديت من قبل ما اشوف العشر نصايح كنت اي حاجه شايفها اعملها. يعني كلهم لصحتي. فلازم اعملها. يعني حسيت ان كله الحمد لله كنت مقتنع بيه وسهل وما كانش فيه اي صعوبه. يعني انا ما بدات ازهق من النظام كان بعد 3 أو 4 شهور، يعني تقريبا كنت نزلت معظم الوزن. يعني كنت زهقت عايز تعمل ايه؟ عايز اكل حلويات. ماشي مع صحابي فلازم. طب انت خسيت ال 26 او 27 كيلو في قد ايه؟ انا خسيت اول ما خسيت 20 كيلو في 3 شهور. 3 شهور وبعد كده بقى بالتدريج. وكانوا امتى بالظبط؟ في اي فتره؟ في الشتاء 7/11. 7/11 نزلت في 2014. نزلت 3 شهور ليناير او فبراير، عشان كده انت اخدت فتره صعبه جدا الواحد بيبقى عايز فيها طاقه وحلويات، عشان كده الواحد بيبقى كاره ان هو يعمل. لكن احسن فتره بس عشان الناس تبقى عارفه برضو ان شاء الله الفتره اللي جايه احنا نعدي شهر 2 و3 بعدها باذن الله تلاقوا الجسم استجاب اسرع كتير جدا للخساسان. دلوقتي الواحد بيستجيب ما تقلقوش الحمد لله كتير اثبتوا لي ده، لكن بعدين ان شاء الله الدنيا هتبقى اسهل وهنبقى مع بعض ان شاء الله، وهبقى معاكم يوميا ان شاء الله ان احنا ننزل بقى اي حاجه زياده والموضوع يبقى اسهل كتير. بشكرك جدا بجد على انك كنت معايا النهارده. وقبل بس ما نختم احنا عملنا ايه؟ عملنا السلطه اللي هي المميزه اللي انا بصراحه يعني حبيتها جدا،
اكلتها بره في حته وعجبتني جدا، وكل ما الواحد ياكل شوكه يلاقي نفسه دخل في حاجه كده مزيج جميل. البطاطس المحشيه اللي ممكن نحط عليها الزعتر من فوق برده كده، وطعمها حلو. تعتبر وجبه كامله، مش محتاجين ناكل معاها، ناكل قبلها شوربه او سلطه بس عشان لو عايزين نخس. ايه كمان؟ الترايفل اللي احنا عملناه ده بتمنى يكون عجبكم، من الحاجات السهله وبسيطه وموجوده في كل بيت، مش صعبه خالص، تقدروا تعملوه بس في المناسبات. باكد على المعلومه دي كل مره، مناسبات. خلاص بشكرك جدا. عايز تقول حاجه قبل ما نختم؟ انا بشكرك جدا، اشوفكم ان شاء الله على خير. بكره حلقه ان شاء الله هتعجبكم قوي ان شاء الله، وفيها انا ما عرفتش اقول النهارده معلومات عن برضو الشعر ان شاء الله هقولها بكره، في معلومات عن البشره ونضاره البشره. اسمعوا الحلقه ان شاء الله تعجبكم. اعاده النهارده الساعه 8 بالليل و8 الصبح ان شاء الله. يلا نقول باي باي.